السلام عليكم، هل ممكن الذكاء الصناعي يعمل لنا أسئلة لأي موضوع احنا عايزينه؟ في موقع متخصص في كده، كل اللي انت عليك تكتب الموضوع، او حتى الآن بيدعم الإنجليزي بس، لكن قريب هيدعم العربي. كل عليك ان انت تكتب القطعة وهو يبدأ يحط لك الأسئلة اللي مناسبة على القطعة ديت. طبعا ده حساب مجاني، فان ليه عدد معين من الكلمات. فبدأ يحط لي أسئلة زي مثلا مصر فين، الاسم الرسمي لمصر ايه. خد الكلام اللي في القطعة وبدأ يعمل له عدد صياغة. هي صراحة مظبوطة تمام، لكن هي المشكلة ان لسه متعرفش عربي، وان الحساب المجاني 700 حرف بس تمام. ممكن تروح لشات جي بي تي وتاخد القطعة وتقول له اكتب لي أسئلة عن القطعة دي. تيجي نجرب، تعال نكتب له كده وخليها بالعربي. أريد أسئلة للجمل للفقرات التالية، وراح مديها له. هو يبدأ يحاول يسخر الأسئلة. ممكن تاخد الأسئلة دي وتبدأ توجهها له. يعني الميزة في الموقع ده إن هو إداني الأسئلة وتحتها الأجوبة على طول. هنا هو لأ. طيب ممكن نقول له إيه؟ أريد الأسئلة ومعها الأجوبة ونشوف. طيب أنا قلت له هات لي أسئلة وأجوبة للفقرات التالية، وهنشوف هيبدأ إيه. فبدأ فعلا يحط لي السؤال وتحت الإجابة، السؤال وتحت الإجابة.